بينضم لي في هذه اللحظات من خلال حلقه كلام في الميديا النهارده في فقره مهمه جدا 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 مع ضيف العزيز محمد السيد الناقد الرياضي بالاخبار. يا استاذ محمد منورنا ومشرفنا. شرف ليك. مساء الخير عليكم، مساء الخير على كل الساده المشاهدين قناه الاهلي. اخبارك ايه؟ كله زي الفل يا امير، الحمد لله كله تمام. طيب عايزين نتكلم في امور كتير في الحقيقه جدا، لكن عايز ابتدي معاك بكابتن محمود الخطيب وان هو تم اختياره سفير لبطوله الامم الافريقيه 2019 من قبل الكاف. مدى تعليقك عن هذا الخبر ومدى اهميته بالنسبه لرمز من رموز الكره المصريه زي الكابتن محمود الخطيب؟ انت بتقول رمز ومش اي رمز، يعني رمز كبير جدا للكره المصريه، من اهم اللعيبه في تاريخ الكره المصريه طبعا، ما كانش اهمهم على الاطلاق في الفترات السابقه. طبعا اختياره ده شيء طبيعي، شيء منطقي، البطوله على ارض مصر، كابتن محمود الخطيب شيء كبير جدا للجماهير المصريه بمختلف انتماءاتها، مش جماهير الاهلي بس طبعاً بينال احترام وحب كبير جدا من كل الجماهير المصريه على مختلف ميولها. وجوده وارتباط اسمه بالبطوله الافريقيه ده شيء طبعا مميز بالنسبه له كرمز من رموز الكره المصريه، ويضيف برضه للبطوله نفسها على ارض مصر. متهيألي ما فيش، يعني كان في ممكن اسماء تانية تبقى موجوده، ولكن لو جينا قارنا او هيبقى اسم واحد او اختيار واحد، طبعا الكابتن محمود الخطيب اسم وسمعه كبيره جدا للكره المصريه والكره الافريقيه. طبعا اكيد طبعا كابتن محمود الخطيب نجم كبير جدا واسطوره للكره المصريه والاهلاويه وكل الشعب المصري طبعا بالتحديد فيما يخص كره القدم. يعني طيب عايز اتكلم بقى معاك عن مباراه المنتخب النهارده واستعداده الاخير لبطوله الامم الافريقيه ورؤيتك بشكل عام للاستعداد بالنسبه للمنتخب لهذه البطوله. هل الاستعداد حتى الان شايفه مناسب لبطوله قويه زي دي؟ بص، هو احنا مبدئيا اللي الجهاز الفني طلبه اتعمل. المعسكر ما تاخرش ساعه، الاختيارات الفنيه، الاختيارات الانضباطيه، حتى المواعيد، الكلام ده كله باختيار الجهاز الفني بقرار منه مستر اجيري، حتى اراحات بعض اللاعبين زي محمد صلاح، زي محمد النني، زي بعض اللعيبه، ده بناء على قراره هو دون تدخل من اي حد. حتى كانت ازمه الدوري اللي كانت دايره وتاخير المعسكر يوم، تاخير المعسكر 3 ايام، الكلام ده كله تم رفضه من جانب الجهاز الفني وتم الموافقه على كده كمان. يعني تم الموافقه عليه وتم الاخذ برايه وبقراره ان المعسكر ينطلق يوم 6. بالفعل انطلق يوم 6، البرنامج اللي تم وضعه ماشي عليه الجهاز الفني باختياره هو، محدش قال له تختار مين، اختيارات اللعيبه نفسها، القايمه هو المسؤول عنها، مع اختلافنا في بعض الاسماء، ولكن طبعا دلوقتي خلاص الموضوع انتهى. معانا 23 لاعب في القايمه، دول اختيار الجهاز الفني. المباريات الوديه برضو الجهاز الفني هو اللي وضعها، هو اللي اختار المنافسين، المواعيد بتاعتها، فطبعا ما عندناش اي مبرر دلوقتي لاي حاجه. المنتخب دلوقتي داخل على بطوله على ارضنا، ما عندناش فيها رفاهيه الاختيار. احنا لا، احنا بنلعب على البطوله بالظبط، احنا بطوله افريقيا دي احنا اصحاب الرقم القياسي فيها طبعا، وخصوصا بقى لما تتلعب على ارضك ما عندكش بديل، لا انت بتلعب على البطوله. الجهاز الفني دلوقتي بيعمل زي اختبارات، بيشوف لعيبه في المباراتين، مباراه تنزانيا يمكن تحفظنا على الاداء نوعا ما تمام. عنده النهارده تجربه تانية، انا شايفها تجربه او بروفه نهائيه للمباراه الاولى امام زيمبابوي في الافتتاح. هيبقى في النهارده شكل اميل للشكل الاساسي اللي هيلعب بيه في مباراه زيمبابوي، حتى لو ما كانش في بدايه التشكيل. يعني انا شايف النهارده ان هو هيبدا بتشكيل برده مش هو التشكيل الاساسي تمام، ولكن في اثناء المباراه هيتم بالتبديلات، هنوصل للشكل اللي هيلعب بيه في البدايه في مباراه زيمبابوي. يمكن النهارده برده صلاح مش هيبدأ المباراه، هيشارك بالتاكيد طبعا، لازم هيشارك في جزء من المباراه. النني النهارده هيبدا، تريزيجيه النهارده هيبدا، وليد سليمان وعبد الله السعيد موجودين النهارده في التشكيل الاساسي برده، من اللعيبه اللي نالوا رضا واشاده كبيره من المدير الفني مستر اجيري في المباراه اللي فاتت والتجربه اللي فاتت، هيبقى ليهم دور في البطوله ان شاء الله. يعني اكيد هنتكلم باستفاضه اكتر، بس خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نواصل هذا الحوار الهام جدا مع الناقد الرياضي محمد السيد. بعد الفاصل استنوا. طيب بعد الفاصل لسه بنواصل هذا الحوار الهام جدا في الفقره الثانيه من حلقه كلام في الميديا النهارده مع الناقد الرياضي الكبير استاذ محمد السيد، وكنا بنتكلم عن منتخب مصر
والاستعداد خلال الفترة اللي جاية. بالتحديد كنا بنتكلم عن مباراة غينيا النهاردة ومباراة كمان تنزانيا اللي فاتت. هل خلال الماتشين دول او بعد خلاص خلصنا المباراه الاولى المباراه الثانيه ممكن اعدل شويه في طريقه اللعب ولا ده مش وقته؟ لان انا شفت تصريحات امبارح كده الكابتن هاني رمزي ان هو ممكن يكون في تعديل شويه في طريقه اللعب ويتم تجريب طريقه اخرى خلال المباراه النهارده. بص، هو منطقي ان الجهاز الفني يبقى حاطط خطه واحد وخطه اثنين شغال عليها، ده استراتيجيته مع المنتخب. كويس. تغيير بقى او اجراء تغييرات في التوقيت ده اعتقد صعب. انت ممكن تتنقل من خطه واحد لخطه اثنين على حسب سير المباراه او على حسب المنافس اللي انت هتواجهه في البطوله. ولكن انت اوريدي متدرب على الطريقه دي، انت شغال بيها فتره، اشتغلت بيها مباريات وديه، اشتغلت بيها مباريات رسميه الفتره اللي فاتت. اعتقد ان الخروج عن الاطار العام للمنتخب في التوقيت ده صعب، او تجربه بقى خطه جديده. احنا نقول بقى يلعب بخطه جديده اثنين مهاجمين وتفندر واحد او تلعب بثلاثه، لا اعتقد الامور دي صعبه دلوقتي. طبعا مفيش وقت ان انت تجرب خطه جديده خالص، اللعيبه ما لعبتش بيها. ولكن زي ما بقول لك احنا ممكن بنلعب بالخطه الثانيه او بنجرب الخطه الثانيه في مباراه زي النهارده ومباراه تنزانيا لعبنا ده ممكن ما يعملش تشتيت شويه، مش تشتيت لان اي انت في اي منتخب او في اي فريق انت الطريقه دي او الطريقتين دول انت لعبت بيهم اوريدي قبل كده، متعود عليهم، انت اشتغلت بيهم قبل كده والجهاز الفني شغال بيهم في التدريبات، فانت مش بتعمل طريقه جديده بتعود عليهم اللعيبه. لا انت فعلا بتلعب بطريقتين. ويمكن احنا شفنا اجيري من بدايه ما مسك المنتخب الراجل بيلعب بشكل هجومي وبيقدر في اثناء المباراه في تغيير تكتيكي ممكن بيغير بطريقه اللعب. يعني احنا شفناه في البدايه بيلعب بعلي غزال قدام اثنين مساكين، طريقه اميل لثلاثه بيحرر الجنبين او الطرفين، طريقه اميل لثلاثه. وفي نفس الوقت ممكن في اثناء المباراه كان بيرجع بيلعب بالديفندر الثاني طريقه صريحه 4 4 2 صريحه او 4 3 3 على حسب سير المباراه. لا لعب بالطريقتين، اشتغل بيهم، اللعيبه واخده عليهم، مفيش اي مشكله. انما بقى طريقه جديده بقى تغيير الهيكل او تغيير الشكل بصوره كبيره ده امر هيبقى صعب جدا. هو النهارده هيلعب بنفس استراتيجيته بنفس الشكل الفني اللي متعود عليه، مش هيبقى في تغيير كبير في شكل وطريقه المنتخب اللي احنا متعودين عليه، الشكل الهجومي مع اجيري مع اختلاف بقى المنافس او مع اختلاف الهدف من المباراه او الظرف اللي انت فيه اثناء المباراه. مباراه تنزانيا قلقت الناس شويه من وجهه نظرك بعد الاداء والنتيجه الضعيفه شويه على فريق زي تنزانيا؟ كشكل هو المباراه الوديه احنا بنقول دايما الهدف منها او الاستفاده الكبيره منها ان انت بتجرب بعض العناصر او كويس. بتشوف طريقه او بتشوف توليفه معينه في مكان معين. ده الهدف الاساسي بيبقى من المباراه الوديه. اعتقد الجهاز الفني ممكن اكيد طبعا استفاد منها، استفاد من بعض السلبيات اللي ظهرت له طبعا يشتغل عليها ويعالجها الفتره دي. استفاد من تجربه بعض الناس زي ما قلت لك، يعني وليد سليمان بعد فتره غياب بيرجع بيلعب، عبد الله السعيد بعد فتره غياب بيلعب، احمد علي بينضم لاول مره مع اجيري بيلعب مباراه وديه، بنشوف توليفه برضو حجازي ومحمود علاء في الدفاع، مدى جدواها بتجربها. ما ده اقول لك الفايده من المباراه دي. ولكن كجمهور لا، الجمهور ما اتبسطش من الاداء من التجربه. تنزانيا احنا متعودين احنا بنلعب تنزانيا بنكسب 5 و6 و4 بتعمل سكور سواء ودي او رسمي، فبتعمل عليها سكور، بتعمل اداء كويس. الجمهور ما انبسطش من الاداء، ما ظهرش امور فنيه اللي فيها الابداع. طبعا بنعذر ان في طبعا اغلب العناصر الاساسيه ما كانتش موجوده، يعني يمكن المباراه دي شهدت زي ما بقول لك العناصر اللي ما انضمتش تاخد برضو الاجواء بتاعت المنتخب، اللي يحصل الانسجام ما بين لعيبه منضمه حديثا ولعيبه موجوده قبل كده. بيجرب في كذا حته، بيجرب في الباك الشمال ايمن اشرف، بيجرب احمد ايمن منصور، ففي بعض الامور اللي بتفيد الجهاز الفني ولكن ما تمتعش الجمهور. اعتقد النهارده الجهاز الفني هيبقى قدامه هدف ان هو يطمن الجمهور شويه، يعمل اداء في المباراه. طبعا منتخب غينيا اقوى من منتخب تنزانيا، فهتبقى تجربه افيد وللمتابعه او للجمهور هيشوف اكتر المنتخب شكله. عندهم طبعا صديق وزميل محمد صلاح طبعا. وبالمناسبه يعني هو استقبله بهديه، انا سمعت النهارده ان هو استقبله بهديه النهارده في المعسكر قبل المباراه. ففيها لعيبه مميزه غينيا طبعا، يعني اقوى من منتخب تنزانيا. اعتقد انها تبقى تجربه اقوى، تجربه افيد للمنتخب، خصوصا انت هتجرب فيها بقى النهارده العناصر الاساسيه زي ما قلنا، هتجرب فيها الشكل اللي هتلعب بيه مباراه الافتتاح. مباراه طبعا مباراه زيمبابوي لو اتكلمنا هنتكلم ان هي مباراه
لازم بتقدم فيها صورتك وشكلك وتهديد للمنافسين اللي معاك في البطوله. لا، البطوله دي على ارضي، انا هكسب، انا هدفي الوحيد ان انا افوز بالبطوله. بتوجه جرس انذار للفرق اللي معاك في المجموعه، الفرق المنافسه في مجموعات تانية. فاعتقد التركيز كبير جدا دلوقتي على النهارده، البروفه بتاعه النهارده ان انا اطلع منها باستفاده، والتركيز اكتر على المباراه الرسميه الاولى طبعا. هل نقدر نستنتج تشكيل منتخب مصر اللي ممكن يبتدي، او بعض العناصر اللي خلاص حجزت مكان اساسي في تشكيل منتخب مصر في البطوله؟ بص، هو بكل تاكيد الجهاز الفني استقر على التشكيل الاساسي، بخلاف مباراه النهارده. خلاص تمام. يعني الموضوع انتهى. تشكيل مباراه زيمبابوي دلوقتي في كراسه اجيري زي ما بيتقال، مش هيخرج عن التشكيل اللي اقوله لك. اعتقد المنافسه ما بين احمد الشناوي ومحمد الشناوي في حراسه المرمى ما زالت قائمه، على عكس ما الناس بتقول وجزمت بواحد منهم. النهارده الناس بتجزم دلوقتي باحمد الشناوي. النهارده لو احمد الشناوي لعب جزء من المباراه الشوط الثاني، النهارده اللي هيبدا محمد الشناوي في مباراه غينيا. لو لعب احمد الشناوي جزء او الشوط الثاني، اقدر اقول لك ان احمد الشناوي هو الحارس الاساسي في البطوله. تمام. احمد المحمدي طبعا اساسي في الظهير الايمن. عندنا بنتكلم في محمود علاء واحمد حجازي، وينافس باهر المحمدي النهارده. ينافس باهر يعني مش باهر الاساسي؟ لا، مش باهر الاساسي. محمود هو حجازي اساسي. حجازي اساسي طبعا، ده لا خلاف عليه. الثاني محمود علاء هو الاقرب. برضه النهارده هيحسم قصه الظهير الايسر، يمكن ايمن اشرف بعديه احمد ايمن منصور. مين افضل من وجهه نظرك؟ يعني مين اللي هيكون افيد؟ احنا ايا كان مين اللي هيلعب فيهم، احنا بنسال طبعا. الاثنين لعيبه كويسين، الاثنين مميزين جدا، الاثنين مميزين، الاثنين يقدروا يعملوا الكلام. دي وجهه نظر بقى للجهاز الفني. مين أقرب؟ مش عايزين نقول الاقرب. ايمن اشرف. ايمن اشرف لسابق لسابق لعبه مع اجيري، فاهم طريقه لعبه، لعب معاه قبل كده مباريات رسميه ومباريات وديه، خبرات الافريقيه مع الاهلي ومع المنتخب، انه لعب طوال فتره اجيري. ايمن اشرف هو الظهير الايسر لمنتخب مصر. طبعا الديفندر لا خلاف على النني وطارق حامد. ثلاثي الهجوم اللي تحت راس الحربه، محمد صلاح، عبد الله السعيد، تريزيجيه، راس حربه مروان محسن. ده اعتقد ده التشكيل اللي هيبدا بيه مباراه زيمبابوي، الا بقى لو حصل طبعا يعني امور خارجه عن الاراده او اي شيء طارئ. اتمنى ان شاء الله ما فيش حاجه، ولكن طبعا ان شاء الله ما فيش حاجه. فده التشكيل الاقرب. في لعيبه تاني بقى في الحسابات، يعني زي ما قلنا وليد سليمان موجود، نادي الشاده، احمد علي الراجل اجيري مقتنع بيه كراس حربه، ممكن يكون ليه دور في البطوله. دونجا طبعا هو البديل الوحيد في مركز الديفندر، سواء للنني او لطارق حامد. في زي ما قلنا بقى باهر المحمدي موجود في الدفاع، في عمرو ورده برده من اللعيبه اللي بيحبها اجيري، وهيبقى مكانه مكان عبد الله السعيد. يعني برده ممكن نتفاجئ بان نلاقي عمرو ورده هو اللي بيبدا اساسي في مركز صانع اللعب، او يكون هو ورقه بديله مع عبد الله السعيد في المركز ده. تمام. حسب المباراه وحسب المنافس زي ما بنقول. مين بديل تريزيجيه؟ مين بديل تريزيجيه؟ تريزيجيه؟ لا قدر الله، يعني لو تريزيجيه تعرض لاصابه لا قدر الله. ده احنا مش عايزين نتكلم بقى في الاختيارات نفسها. لا، مش بتكلم في اختيارات، احنا بنتكلم من خلال القائمه الموجوده. مين اللي ممكن يحل محل تريزيجيه؟ ورده بيلعبها برضه. ورده بيلعبها في المنطقه دي، بيلعبها كويس. بيلعبها كويس. هو لعيب مميز في الحقيقه ورده، وعنده وتم تجربته المباراه اللي فاتت في المكان ده. بالظبط. قدم مباراه كويسه. قدم مباراه كويسه في المكان ده. طيب، هل انت متفائل بمشوار منتخب مصر لبطوله الامم الافريقيه، ولا شايف الفرص ممكن تكون صعبه للمنتخب في ظل تواجد منتخبات قويه جدا زي السنغال زي المغرب؟ شايف الامور ممكن تمشي ازاي بالنسبه لمنتخب مصر؟ بس احنا اتكلمنا على ان البطوله في مصر، فلازم طبعا التفاؤل، لازم ان احنا بنشد من ازر اللعيبه، لازم ان احنا بنتكلم بايجابيه كبيره جدا، وهم يكون عندهم الاحساس ده ان هم بيلعبوا على البطوله. كويس. دي لا خلاف عليها. فكره البطوله والمنافسه، لا، في منافسه قويه، الموضوع مش سهل، احنا مش هنلعب على ارضنا، الكاس هتجيلنا هناخدها واحنا قاعدين. لا طبعا، الموضوع ده مش موجود. في منتخبات قوية جدا، يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل. في منتخبات، السنغال، في المغرب، في نيجيريا، في تونس، كل دي طبعا منتخبات قوية جدا، في الكاميرون، كل دي منتخبات قوية وهدفها برضو الحصول على اللقب، ومواجهة أي منها في الأدوار بقى الإقصائية النهائية زي دور الثمانية أو قبل النهائي، هتبقى مباريات صعبة وصعبة جدا. أنت معاك الأفضلية طبعا، معاك منتخب قوي، احنا معانا محمد صلاح يمكن
احسن هو احسن هو لعيب في العالم، هو احسن احسن لعيب في العالم واحسن لعيب افريقي، أفريقي طبعاً. وطبعا وجوده مصدر قوه لاي أكيد. فريق موجود أكيد. معاه، زائد القوه الاكبر اللي انا شايفها اكبر بقى ملعبك وجمهورك والاجواء اللي انت فيها والاهتمام طبعا من الدوله والاهتمام السياسي والاهتمام. مفيش طبعا دلوقتي صوت يعلو في مصر فوق صوت المنتخب وكاس الامم الافريقيه والخروج بشكل يشرف مصر طبعا كتنظيم وكمنافسه وكلاعب، وطبعا كل حاجه احنا يعني الدوله بتسخر كل حاجه للمنتخب ولانجاح البطوله. فمتفائلين طبعا بمسيره المنتخب انه هيصعد وهيكمل وهينافس بكل قوه، ولكنها منافسه مش سهله. مش سهله. مش سهله. طيب خلينا ناخدها مرحله مرحله. المنافس الاقوى لمنتخب مصر في مجموعته من وجهه نظرك ممكن يكون انهي منتخب فيه؟ احنا معانا ثلاث منتخبات انا شايفهم شبه بعض. شبه بعض. ودي على فكره من مصادر الخطوره، ان منتخبات ما فيش فيها العنصر المميز اللي انت تقول عليه، ما فيش فيها منتخب فارق عن الثاني بصوره كبيره. طبعًا. يعني لو بنتكلم عن زيمبابوي، زيمبابوي عامله نتائج وديه كويسه جدا. يعني الكونغو طبعا اسم كبير برضو من المنتخبات الكبيره. هي طبعا مش في حالتها الفتره دي، ولكنها تظل من المنتخبات بالزبط الكبيره. بالزبط. منتخب اوغندا كلنا عارفينه وواجهناه، ومنتخب من المنتخبات برضو اللي لا يستهان بيها. اكيد. فانت بتتكلم في ثلاث منتخبات مش منتخبات ليفل اول، مش عاليين، مش مرعبين، ولكنهم برضو مش منتخبات ضعيفه، مش المنتخبات اللي انت تكسبها دلوقتي وانت مستريح او تكسبها بسكور او لا، بالعكس المنتخبات لازم يتعمل لها حساب كويس جدا. انت افضل منهم طبعا بمراحل بمراحل. يعني في فروقات كبيره كويس، ولكنها منتخبات اللي هي السهل الممتنع. طب هل كان الافضل ان احنا يكون معانا مجموعه قويه مثلا ومن خلالها المنتخب ياخد على الماتشات القويه تحسبا لوصول الادوار بعيده في البطوله، ولا الافضل ان انت تبتدي البدايه دي بمجموعه في المتناول زي ما بنقول كده، مجموعه ممكن تكون سهله شويه؟ لا، هو الافضل ان احنا ما نبصش للكلام ده خالص، ونقول المنتخب اللي عايز يفوز يكسب اي حد، يكسب اي حد. ما نزورش دلوقتي ان انا هلاعب مين او احط في حساباتي مين صح قوي صح مين ضعيف. لا، انا هكسب البطوله، اذا اي ممكن اواجه اي منتخب، ممكن اواجه اقوى منتخب، سواء بقى قابلته في النهائي او سواء قابلته في الدور الاول، فانا هواجه منتخبات قويه. كويس. لازم احط في حسباني مباراه ان انا بعدي منها. لا، انا هدفي المكسب، هدفي البطوله. اللي هدفه البطوله ما بيبصش للحاجات دي، ما بيبصش للحسابات دي. انا اكسب واتصدر مجموعتي واصعد الاعب، احنا مفترض هنلاعب احسن توالت من المجموعه الثالثه او الرابعه. فبرضه هتبقى يعني الموضوع برضه هيبقى سهل او في المتناول، ولكن برضه انا ما ببصلهاش كده. انا ببص المهم ان انت تصعد اول مجموعه عندك انت أصعد الاول. لازم. طب مش ده منطقي؟ انت بتلعب على استاد القاهره بالحضور الجماهيري والتذاكر نفذت بتاعت مباريات مصر. فطبعا انت ما عندناش بديل، لازم هنصعد ان شاء الله اول مجموعه. هنواجه ثالث المجموعه الثالثه او الرابعه، برضه هتبقى مواجهه مش صعبه. هتبتدي الصعوبه من دور الثمانيه نتخطاه ان شاء الله، برضو قبل النهايه يبقى مواجهه صعبه. فانت هتقابل منتخبات قويه في طريقك، سواء بقى قابلتهم في الاول او في الاخر، فانت هتقابلهم ان شاء الله يكون في حسبان اللاعبين والجهاز الفني ان انا بلعب للمكسب قدام اي منتخب، ويكون عندهم الروح والحافز القوي ان انا اجيب البطوله دي لاسعاد الشعب المصري كله. طبعا اللي مستني الحدث الكبير ده، الحدث اللي احنا بطوله افريقيا زي ما بتقال بتحبنا أكيد. واحنا بنحب بطوله افريقيا. يعني احنا طبعا اصحاب الرقم القياسي فيها سبع مرات. فاحنا نحس ان بطوله افريقيا بتحب منتخب مصر، ومنتخب مصر بيحب بطوله افريقيا. فده ان شاء الله تتكلل بالنجاح ونكمل، ويوم 19 نحتفل طبعا ان شاء الله. ان شاء الله هناخد البطوله. يعني من وجهه نظرك متفائل؟ يعني ان شاء الله متفائل. ان شاء الله ان شاء الله. انا عن نفسي والله متفائل يعني باذن الله. لازم نتفائل، ولازم نتكلم بايجابيه طبعا الفتره دي. اكيد نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر في مشواره في بطوله الامم الافريقيه. لكن بالمناسبه برضه يعني المباراتين اللي بيلعبوا منتخب مصر استعدادا لهذه البطوله، خلاص مباراه تنزانيا خلصت عندك غينيا، من وجهه نظرك كنت شايف ان المنتخب الافضل ان هو يلاعب منتخبات قويه قبل البطوله، ولا ده شيء ايجابي تدريجيا استعدادا لبطوله الامم الافريقيه، وخصوصا ان انت معكش مجموعه قويه؟ ان احنا معناش مجموعه قويه، ده اللي خلاني اسالك السؤال ده، ان انت تستعد للمجموعه دي المتوسطه المستوى بمنتخبات في مستوى تنزانيا وغينيا، ولا كان الافضل انك تلاعب منتخبات اقوى من كده بكتير وتستعد بشكل
بص، هي مدارس مبدئيا يعني، طبعًا. هي هو مفيش وجهة نظر صح ووجهة نظر غلط، كويس. او كل طبعا وجهة نظر ليها احترامها، ولكن انا بميل اكتر للاختيار اللي حدث فعلا بالفعل، ان انا اقابل منتخبات في المتناول كويس. زي تجارب، اشتغل تصاعدي، خصوصا ان المجموعه زي ما بتقول مجموعه ما هيش صعبه قوي، منتخبات يمكن في مستوى غينيا برضه في نفس المستويات دي، فان انا اخد الامور بتجربه اكتر، اهتم بالجانب الاستعداد، التجربه، الكلام ده كله، ده انا اميل لكده، اميل ان انا اواجه منتخبات في المتناول، منتخبات متوسطه في المستوى، ما هياش ضعيفه قوي، ما هياش قويه، خصوصا قبل البطوله بايام، يعني احنا بنتكلم في المباراتين دول اسبوع قبل البطوله، طبعا. فانا اميل للمدرسه دي او اميل لوجهه النظر دي. يمكن كان قبل كده كنت لا اواجه منتخبات قويه، يمكن احنا واجهنا نيجيريا في اخر تجربه قبل تنزانيا، طبعا تجربه قويه جدا خدناها هناك في نيجيريا، خسرنا واحد، كانت من التجارب القويه، طبعا. كنت اتمنى ان يبقى في تجربتين او ثلاثه كمان في نفس المستوى في التوقيت ده يكون في فتره زمنيه كبيره قبل البطوله اجرب نفسي. ازاي طب كنت هتعمل فتره؟ ما هي بقى ما هي عندك مش الدوري لسه ما هي المشكله بقى ان ما فيش اوقات، او ما فيش طبعا ما كانش في وقت في الفتره دي، ولكن ده كان تصوري او ده رايي، يعني ان انت قبل البطوله بفتره كبيره تواجه المنتخبات القويه، تشوف انت واقف فين، تشوف انت مشكلتك فين، تشتغل عليها الفتره اللي جايه، ولكن قبل البطوله او قبل البطولات الرسميه الافضل من وجهه نظري ان انا اقابل المنتخبات المتوسطه المستوى. طب من وجهه نظرك شايف مشكله المنتخب فين دلوقتي؟ لا وان شاء الله ما فيش مشاكل، لا يعني في المراكز، يعني انت مثلا قلقان من مركز كذا مثلا، ده ممكن يكون نقطه ضعف المنتخب المصري، لازم الجهاز الفني يشتغل على الحته دي من خلال متابعتك. انا برضو مش عايز اتكلم عن امور سلبيه دلوقتي او لا مراكز سلبية، لا بالعكس احنا بنحاول، يعني بنحاول نخلي المنتخب بياخد باله من نقاط الضعف، يعني بنتكلم فنيه يعني. هو اكيد طبعا مركز راس الحربه من المراكز اللي احنا بنتكلم عليها بقالنا فتره كبيره جدا، من المراكز اللي كانت محتاجه شغل او محتاجه عناصر جديده، ممكن تواجد منافسه ما بين مروان واحمد علي وكوكا يخلق نوع من ارتفاع المستوى شويه في البطوله، الجبهه اليسرى طبعا من الجبهات اللي برضو فيها كلام كتير قتلت بحثا واتكلمنا فيها كتير، ولكن برضو تم الاختيارات خلاص دلوقتي واحنا واقفين وراها، طبعاً ما فيهاش طبعاً ما فيهاش كلام، دي برضو من الجبهات، انا بتكلم على جبهه كمان مش الظهير بس، بتكلم على جبهه الظهير والبديل زي ما انت اتكلمت، البديل بتاع تريزيجيه لو في اي مباراه في ايقاف، في لا قدر الله في اصابه او حاجه، فانا بتكلم عن جبهه ككل، لان الجهاز الفني بيشتغل بنظام الجبهات، يعني بنشوف احمد المحمدي بيبقى معاه ورده او بيبقى معاه محمد صلاح او بيبقى معاه ايا من بيلعب في المكان ده، بيبقى في زي جبهه، بنشوف احمد المحمدي بيوصل للخط وبيعمل اوفرات، بنشوف ايمن اشرف بيتقدم، تقدم كتير قوي بالظبط، فهنتكلم على جبهات، فالجبهه اليسرى برده كانت محتاجه شغل، وظهر برده في المباراه اللي فاتت ان هي محتاجه شغل، اعتقد ان الجهاز الفني اشتغل عليها، حته قلبين الدفاع محتاجة تركيز، محتاجة تدريبات الفترة اللي جاية، منتخبات أفريقيا بتتميز بالسرعة، كرات الثابتة تبقى مشكلة بالسرعة وكمان السرعة، يعني في الهجمات المرتدة أو المباريات اللي أنت بتبقى بتواجه فيها منتخبات قوية، لا في برضو منطقة القلب دي محتاجة شغل شغل مننا الفترة اللي جاية، طبعا خبرات كبيرة طبعا لأحمد حجازي موجود وأحمد المحمدي أو محمود العلاء، يعتبر برضو عنده خبرات كبيرة سواء منتخب أولمبيا أو منتخب أول، ففي خبرات في المكان ده، نتمنى إن هم يبقوا في مستواهم أو في المستوى اللي احنا نعرفه عنهم أثناء البطولة، والمنطقة دي برضو تبقى مؤمنة بشكل كويس. نص الملعب طارق حامد مفيش خلاف عليه تمام، لكن ممكن الخلاف شوية عند الجمهور المصري على النني ولا دونجا، الخبرات أكيد في كفة النني، ترجح كفة النني، لكن هل ممكن نشوف مفاجأة بمشاركة دونجا من جوار طارق حامد في نص الملعب؟ هل دول ممكن يكون الأنسب، ولا أنت شايف إيه من وجهة نظرك؟ ما أعتقدش، يعني أنا برضو أنا اللي أنا شايفه النني وطارق حامد دول خلاص إحنا بنتكلم في الجزئية دي من سنين، حتى من أيام كوبر كنا بنقول طب النني هيقعد إمتى ويلعب مين مكانه، مع اختلاف بقى العنصر الثالث اللي موجود بالزبط. بنتكلم في الجزئية دي، ولكن كله أجمع سواء كوبر أو أجيري أجمعوا إن على الثنائية دي مفيش ليها بديل، حتى اختياره في القايمة مختار بديل واحد، يعني ده برضو من الامور
اللي اتكلمنا عنها اثناء اختيار القائمه، انت ازاي ده اهم مركز في المنتخب صح. واكتر مركز فيه التحامات كان وفيه عندك لعيب حلو قوي ممكن تاخده السوليه بصراحه. السوليه طبعا اتكلمنا عنه طبعا كان يبقى موجود طبعا اختيار كان يبقى كويس جدا خصوصا المكان ده زي ما بقول لك اكتر مركز فيه التحامات فيه انذارات فيه اصابات بالظبط. فكنت محتاج بديل تاني مع دونجا في البطوله دي، ولكن خلاص هو دونجا دلوقتي موجود يقدر يحل. يعني دونجا طبعا من اللعيبه كويسه جدا يقدر يحل طبعاً. مكان طارق حامد ويقدر يحل مكان النني طبعا حسب بقى وجهه نظر الجهاز الفني هيبقى ليه دور في البطوله ده لو سؤال، او بالتاكيد هيبقى ليه دور في البطوله طبعاً. لان زي ما بقول لك المركز ده مش هينفع تكمل بيه البطوله كلها بالاثنين بس بدون دخول عنصر ثالث معاهم سواء بديل سواء في مباراه مثلا. ممكن يكون التفكير في عبد الله السعيد في المكان ده خصوصا ان هو كان بيلعب في المكان ده سواء مع النادي الاهلي او في بعض المباريات مع بيراميدز، كان الراجل بيشارك في نص الملعب جنب اللعيب في نص الملعب كديفندر يعني. هو لعب فيها ممكن طبعا. ممكن يكون في تفكير بالنسبه لعبد الله السعيد ممكن ان انت تبتدي بواحد من الثلاثه يعني طارق حامد او النني او دونجا تبتدي بواحد بيهم ويكون معاهم عبد الله السعيد مثلا. ده ممكن طبعا في مباراه انت ممكن تكون محتاج فيها زياده او كثافه هجوميه ممكن تلعب باثنين قدام واحد زي ما انت بتقول ممكن يبقى طارق حامد موجود لوحده وقدامه مثلا ورده وعبد الله السعيد مثلا. دي تبقى دي ده طبعا اختيار، ولكن التدريبات كلها من خلال المتابعه عبد الله السعيد بيتم تجربته في المكان اللي هو تحت راس الحربه اللي هو مكانه صانع اللعب اللي هو مكانه دون هو وعمرو ورده. ممكن في مباريات زي ما قلت لك يتم الاستعانه بالاثنين مع الاستغناء عن احد حسب نتيجه المباراه وهدفك منها او بالزبط. ممكن اثناء سير المباراه وانت شغال محتاج كثافه هجوميه محتاج تعوض محتاج تجيب هدف فممكن تلجا للجزئيه دي بتسحب لعيب من الديفندرات وبتنزل مثلا عمرو ورده او عبد الله السعيد يبقوا الاثنين قدام طارق حامد دي ورده فعلا اثناء البطوله. بخلاف محمد صلاح تتوقع تالق مين من نجوم منتخب مصر؟ اعتقد تريزيجيه تريزيجيه من اللعيبه المهمه جدا في منتخب مصر وبيأدي مستويات رائعه مع قاسم باشا التركي النادي بتاعه طبعا ومع منتخب مصر في اثناء التصفيات يمكن من العوامل المهمه جدا والمؤثره جدا في منتخب مصر اثناء تصفيات كاس العالم وتصفيات افريقيا كان تريزيجيه طبعا مع طبعاً. محمد صلاح طبعا النجم الاول طبعا لا خلاف عليه طبعا ما فيش اي خلاف عليه ولكن تريزيجيه من اللعيبه المهمه جدا اتمنى ان يكون مروان محسن في حالته يبقى من اللعيبه المؤثره مروان محسن مهاجم كويس جدا كان ماشي كويس في الحقيقه حتى لو بينزل بديل بيأدي بشكل كويس فنتمنى ان هو يكون عنده مستواه لو هيظهر بمستواه المعروف عنه هيبقى لعيب مؤثر جدا من اللعيبه الكويسه عمرو ورده اعتقد هيبقى مفاجاه هو ودونجا هيبقى ليهم ادوار برضو اثناء البطوله بشكل كويس احمد محمدي من اللعيبه اللي اتظلمت اعلاميا فعلا. سنوات فعلا. كبيره جدا ولكنه من اللعيبه المحافظه على مستواها طبعا. فترات كبيره جدا بيقدم مستويات رائعه ما بيجي يطلب منه انه يبقى موجود مع منتخب مصر هو النهارده قائد منتخب مصر او الكابتن ما سمعناهوش عمل مشكله قبل كده ان هو ما لعبش مع منتخب مصر كان بيجي لعيب محترف كان بيجي ممكن بيقعد بره التشكيل وبره القايمه ساعات ما شفناهوش عمل اي ازمه اي مشكله لو لعيب محترف تاني كان ممكن يقول لا انا طالما انا باجي وبيتم استدعائي لازم يتم الاعتماد عليها بصوره اساسيه ولكن لما بيتم الاستعانه بيه بيقدم مستوى كويس جدا. المنتخب اللي ممكن يكون مفاجاه في البطوله مين؟ انا شايف مالي منتخب مالي مالي منتخب قوي جدا بيضم عناصر كويسه جدا وشايف ممكن يكون هو الحصان الاسود في البطوله دي خصوصا مجموعته يعني مجموعه متوسطه برضو معاه تونس ومعاه انجولا وموريتانيا يقدر يصعد منها بسهوله تاني مع تونس مثلا فاتوقع له ان هو يبقى مفاجاه في البطوله دي. في منتخبات تانيه ممكن تظهر بمستويات جيده زي مثلا اول مره تشارك او كده زي مدغشقر موريتانيا انجولا ولكن مش هيوصلوا لمستويات كبيره تمام مش ادوار بعيده لا يعني لا مش هيوصلوا بعيد يعني اكيد نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر في بطوله الامم الافريقيه وكلنا اكيد ورا المنتخب بنساندهم بكل قوه عشان اللقب باذن الله يتحقق للمصريين والشعب المصري يفرح باذن الله من خلال البطوله اللي جايه ويبقى اللقب رقم 8 في تاريخ منتخب مصر. بخلاف بقى المنتخب نروح لملف اخر وهو خاص بالنادي الاهلي والفتره دي كلام كتير جدا على التعاقدات كلام كتير جدا اكيد في فتره اعداد قويه للنادي الاهلي في اسبانيا، كيف ترى هذه الفتره بالنسبه للنادي الاهلي وكيف يستعد النادي الاهلي للموسم الجديد من وجهه نظرك بدايه بتحديد الموسم الجديد؟ وبعد كده نتكلم في الصفقات. بص احنا عندنا اشكاليه في مصر كلها تمام فانت دلوقتي بتستعد للموسم الجديد
ولا تستعد لختام الموسم اللي احنا فيه. دي مشكله، واحنا مش عايزين نتكلم في المشاكل دي دلوقتي. في مباراه مش مشاكل، ما عشان ما ده برضو ياثر في الاستعداد وياثر في التفكير بتاع مجلس الاداره او تفكير اللعيبه او تفكير الجهاز الفني. انا داخل على مرحله فيها مباراتين يحسموا بطوله، مجهود سنه هيتحسم في مباراتين في خلال اسبوع، المقاولين والزمالك. صح. فلما اقول دلوقتي بقى انسى اللي فات واستعد الموسم الجديد، صعب، انا عندي بطوله. صح. فانا بستعدل، فدي الاشكاليه برضو، انت بتستعد. ده كان مكمن الازمه. وده اللي مخلي مجلس الاداره عنده في مشكله. طب انا دلوقتي عايز ارتب زي ما انت بتقول الصفقات ومين هيمشي ومين هيجي، هل انا ينفع دلوقتي امشي لعيبه وانا عندي مباراتين بيحسموا دوري وعندي بطوله كاس؟ لا طبعا مش هينفع. هل ان انا دلوقتي اقول الجهاز الفني ماشي او قاعد؟ لا طبعا مش هتقدر. فانت دلوقتي مكمل بالجهاز الفني الحالي. طبعا مكمل، هيعمل فتره اعداده أكيد. ودي تعتبر فتره اعداد للموسم الجديد، لان انت ما عندكش دلوقتي رفاهيه اختيار. صح. دي فتره اللي انت ممكن تقدر فيها تعمل فيها فتره اعداد، تعمل فيها مباريات وديه، تقيم اللعيبه الموجوده، تشوف مين منها هيمشي مين منها هيقعد، تشوف احتياجاتك ايه بالنسبه للصفقات، تبدا تشتغل على الصفقات بتاعتك بالنسبه برضو للموسم الجديد اللي لسه برضو ما عرفناش هيبدا امتى، ترتيب مبارياته ايه، هينتهي امتى، نعرف امتى. ده في انتظاره لما تخلص البطوله بقى ان شاء الله. ممكن يعني. ان شاء الله وارد يعني. ان شاء الله. طب بالنسبه للصفقات، كلام كتير جدا على الصفقات بخصوص النادي الاهلي، على عهدتك انت ممكن يكون النادي الاهلي اقترب من حسم صفقات مين مثلا؟ كلام على عهدتك انت. محمود متولي مدافع الاسماعيلي من الصفقات اللي الاهلي بيشتغل فيها بقوه، يمكن طبعا عشان ما اتكلمش برضو بشكل رسمي، ما فيش شيء رسمي، مفيش حاجه رسميه، ما فيش فاكس اتبعت للاسماعيلي رسمي، ولكن في رغبه بالنسبه لمحمود متولي. في طبعا بعض اللاعبين التانيين بيتم متابعتهم، يمكن ممكن نقول بعض، في طاهر، محمد طاهر من المقاولين كان برضو صفقه، صفقه كويسه، وكان بيتم متابعته من يناير اللي فات، وكان قريب ان هو يبقى فيه فعلا مفاوضات رسميه وتنتهي لصالح الاهلي، ممكن ينضم، ولكن تم تاجيل الموضوع. ده برضو من الناس القريبه. في طبعا هيبقى في حوالي 3 أو 4 لعيبه كمان في نص الملعب، في الدفاع هيبقى في صفقه ثانيه، في مهاجم دلوقتي الكلام على مهاجم هيبقى من امريكا اللاتينيه، وده طبعا هيدخلنا في موضوع تاني، طب مين هيمشي من الاربعه الاجانب؟ الكلام على بعض اللعيبه، ده اللي بقول عليه فيها ازمه. طب انا دلوقتي هقول للعيب ماشي او افوض لعيب اجنبي ازاي وانا لازم امشي لعيب؟ فطبعا الموضوع ده برده مؤجل، ولكن هيبقى في احتمال كبير صفقه لمهاجم اجنبي سواء افريقي او من امريكا اللاتينيه. مهاجم. مهاجم. ما فيش كلام طبعا، المكان ده الاهلي بيحتاج منه وفره في اللعيبه. تمام. بيشارك في بطولات، بتشارك في بطولات افريقيه، بتشارك في الدوري، بتشارك في الكاس، بتشارك في كذا بطوله، محتاج المكان ده بالذات، ده اللي بيترجم لك الاداء او الشكل بتاع الفرقه في الملعب، بيترجمه لك. احنا الاهلي كان بيعاني الموسم اللي فات معاناه كبيره جدا من اضاعه الفرص، من السيطره طوال المباراه، وبتيجي بتهدر فرص، بتضيع عليك يمكن بطولات مش مباريات. فاعتقد دي الاماكن اللي الاهلي بيتكلم فيها او داخل فيها مفاوضات. في طبعا لسته طويله عريضه من اللعيبه موجوده، لو قعدنا نرص اسامي في اسامي كتير جدا. ولكن الاهلي متعودنا ان هو بيشتغل 1 2 3، رقم واحد بيبدا يشتغل عليه الاول في كل مركز او في كل مكان بيحتاجه، بيحط 1 2 3. فاحنا لو قلنا الثلاث لعيبه هو فعلا الاهلي دول في حسابات الاهلي، ولكن هو مش هيضم الثلاثه، مش هيضم الثلاثه، لا، في رقم واحد، في رقم اثنين، في رقم ثلاثه، حسب مجريات المفاوضات. بالظبط. وده اي اداره محترفه طبعا، واي اداره بتفكر بتحط خطه 1 2 3، الخطه البديله ايه لو انا ما نجحتش في ضم اللعيب رقم واحد ده على طول؟ بنتقل لرقم 2 على طول. استاذ محمد السيد، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل الكلام اللي انت قلته ده، على عهدتك طبعا. هو اللي بيقول انت مالكش دعوه. بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. الله، شكرا جزيلا. طبعا دي كانت حلقتنا من كلام في ميديا. مع نهايه الحلقه اكيد لازم نبارك مره ثانيه للكابتن محمود الخطيب، اختياره كسفير لبطوله الامم الافريقيه 2019 في مصر، وفي الحقيقه هو يستحق هذا الاختيار لانه اسطوره كبيره سواء كلاعب
او كمدير كوره او كمان كاداري كرئيس نادي، يعني اكيد شخصيه كبيره جدا جدا وعظيمه في تاريخ الرياضه المصريه بشكل عام، وهو الكابتن محمود الخطيب. بنبارك له مره ثانيه، واكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي بقى خلال الفتره الجايه بشكل عام، والاهم كمان خلال الفتره الجايه نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر ان شاء الله ان هو ينجح في اسعاد كل المصريين بالفوز ببطوله الامم الافريقيه ان شاء الله 2019 في مصر. دي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، استنونا حلقه جديده بكره ان شاء الله، الى اللقاء.